المنتخب الإسباني يقدم أداء كبير في هذه البطولة، رأيك فيما يقدمه المنتخب الإسباني؟ نعم، كما قلت، إسبانيا منذ اليوم الأول ومنذ المباراة الأولى هي على قدر الحدث وتقدم مباريات مذهلة بأداء رائع. إسبانيا بالطبع هي أحد المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، وهي الآن أكثر ترشيحا بعد الأداء الذي قدمته أمام جورجيا والفوز برباعية. ولكن أعتقد أن المباراة أمام ألمانيا صاحب الأرض ستكون مباراة صعبة للغاية، وفي رأيي أعتقد أن من سيخرج من هذه المباراة أعتقد أنه سيكون المرشح الأكبر لكي يرفع اللقب في النهاية. لماذا تقدم أسبانيا في هذه البطولة هذا المستوى المبهر؟ هل هو أداء كبير من المدير الفني أم مجموعة لاعبين رائعين؟ أعتقد أن المنتخب الإسباني يقدم كرة قدم رائعة، سواء فيما يتعلق بالإدارة الفنية مع لويس دي لا فوينتي واللاعبين. هناك أدوات مهمة جدا موجودة في المنتخب مثل نيكو ويليامز ولامين يامال ورودري، هم لاعبين هي أدوات مهمة للغاية للمدرب داخل الملعب وتستطيع أن تصنع الفارق في أي وقت. وبالإضافة للاعبين الآخرين، لا يمكن أن كوكوريا وكارباخال لاعبين يمتلكون الخبرة، فأنت تتحدث عن مزيج من الخبرة واللاعبين الشباب، وهم قادرون على أن يذهبوا بإسبانيا إلى أبعد مدى. ولهذا أعتقد أن بكل هذه المعطيات فإسبانيا هي مرشحة كبيرة للفوز باللقب. هناك هوية داخل الملعب، هناك فرض للأسلوب اللعب. أعتقد أن أتمنى أن تقدم إسبانيا مباراة كبيرة أمام ألمانيا مثلما حدث في المباريات السابقة، ولكن المنتخبان مرشحان بالطبع للمرور إلى الأدوار النهائية.